احنا في الفترة السابقة طورنا العمليات لنظام الكبسولات، احدث ما وصل اليه العلم في تطوير غرف العمليات، فكان ده خلانا ان احنا سهولة ان احنا اي تقنية جديدة ان احنا نقدر نجيبها ونوفرها ونعملها زي ما بنحط فيشة في فيش جهاز يشتغل على طول. نعم. مش محتاجين اي تجهيزات جديدة. يعني لا قدر الله لو الجهاز عطل لاي سبب بيدخل الطبيب موجود يقدر هو يشتغل ويكمل العملية بالطريقة السابقة، يعني ما فيش مشكلة طبعا يا فندم، وده بيبقى لازم بيتاخد عليها موافقات المريض ويتم فيها ان بيتذكر فيها ان لو حدث اي حاجه الجراح هيتدخل على طول عشان حياه المريض. نعم، حضرتك يا دكتور ذكرت ان الروبوت اكثر دقه من ايد البني ادم، لان في الاخر دي ايد ممكن تتهز، ممكن لا قدر الله يحصل اي حاجه. هل في مميزات اخرى للروبوت عن الدقه؟ طبعا يا فندم، هي في اماكن كمان الجراحين تبقى صعوبه وصول الالات الجراحيه ويد الجراح ليها بتخلي كفاءه العمليه ممكن تبقى اقل من الايه من الحاجه العاديه. الروبوت يقدر يوصل لاماكن كتيره زي مثلا جراحات الحوض. جراحات الحوض دي بتبقى سواء كانت لعمليات المسالك البوليه زي استئصال البروستاتا او جراحات الامراض النساء، دي كلها جراحات بتتم في منطقه ضيقه، جراحات المستقيم والشرج، الحاجات دي كلها منطقه ضيقه جدا ممكن تبقى فيها صعوبه. فالروبوت يقدر يوصل احسن يعني. الروبوت هيوصل احسن واسرع وادق. طب دكتور، انتوا بتسالوا المريض وهو داخل العمليات بتقولوا له، يعني بتفهموه بتقولوا له احنا اللي هيشتغل احنا موجودين بس اللي هيشتغل روبوت، ولا يعني احكي لي اول مره قلت المريض كده كان رد فعله ايه؟ هو مبدئيا انا مش جراحي، الفريق الجراحي هو اللي بيتكلم. أيوة. بس احنا بنوضح للمريض كل النقط طبعا، ولازم كل يبقى فاهم خطوه بخطوه الجراحه بتتم ازاي، وكل خطوه ممكن ينتج عنها ايه الايجابي وممكن يحصل فيها حاجات سلبيه بالنسبه بتقرها كل التوصيات العالميه. ده على اساسه بيتوضح للمريض كل حاجه. ما حدش بلغك في الاداره يعني في الاطباء الجراحين قال لك مثلا في مريض اتخض لما عرف، في مريض رفض، في مريض انبسط؟ حقه يا فندم، لو هو مريض رفض حقه انه يرفض الجراحه وان هو يعملها بالطريقه اللي تناسبه. حق المريض في اجراح الجراحه. لازم طبعا ان هو يبقى موافق وعارف كل التفاصيل، وهو مش الروبوت هو اللي بيعمل العمليه، هو الجراح هو اللي بيعمل العمليه. نعم. لكن الروبوت هو اداه في ايد الجراح يقدر يستخدمها، عامل زي كان الجراح ليه يد الكترونيه. يعني لو هنشبهها بطريقه مبسطه زي قريب شويه من فكره المنظار مثلا، المنظار بيدخل وبيبقى الدكتور قاعد على شاشه هو اللي بيحرك كل حاجه، هو اللي بيعمل كل حاجه. بالظبط كده. في النهايه. تمام. بالظبط كده كده. احنا بنشكر حضرتك وبنقول ان فكرة ان الانسان يكون عنده وعي بالتطور والتقدم ويكون متقبله ويكون حاسس ان هو في ايد امينة، دي حاجة مهمة جدا. بشكر حضرتك دكتور وليد انور مدير مستشفى عين شمس التخصصي. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم.